معنا عبر الهاتف من بروكسل نضال شيخاني، مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية في سوريا. مرحبا بك معنا سيد نضال. أنتم في المركز يعني كان لديكم كل الأدلة والشهادات عن أن النظام السوري هو المسؤول الأول والأخير عن ما حصل في خان شيخون من استخدام غاز السارين ضد المدنيين، ولكن اليوم صدر تقرير عن الأمم المتحدة يؤكد ويحمل المسؤولية أيضا للنظام السوري. ما الخطوات المنتظرة؟ كيف سيؤثر ذلك مستقبلا على محاسبة النظام وأركانه؟ مساء الخير أستاذ أحمد، لك وللسادة المشاهدين. أهلا بك. في الواقع إصدار هذا التقرير من الأمم المتحدة هو خطوة جيدة في الوقت الراهن، لكن كنا بحاجة لسماع قرارات مرتبطة بهذا التقرير الذي أكد تورط النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيميائية على خان شيخون. وأنا أخص مادة السارين، لأن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خرجت ببيان في أواخر العام 2014 وأكدت بأنها تخلصت من المواد السامة وبما فيهم أطنان من المواد الكيميائية في سوريا. واليوم استخدام غاز السارين يضع عشرات استفهام عديدة. أنا كنت أأمل بأن أسمع هذا بالمقابل يعني يثبت سيد نضال أن النظام لم يسلم كل أسلحته الكيماوية. ما قام بتسليمه النظام السوري هو ما ذكر فقط على الورق وفقط، وليس كل ما يمتلكه. بالطبع هناك أسلحة كيميائية وهناك مستودعات ومخابر، سبق وذكرنا ذلك في العديد من التصريحات. لكن اليوم أنا كنت أتمنى بأن أرى بأن هناك خطة عمل لمحاسبة المجرم وليس الإدانة فقط. اليوم خطوة تقصد خطة عمل دولية من عدة دول كبرى يعني تقوم بخطوات عملية لمحاسبة النظام، صحيح؟ من الواجب طرح خطوات عملية كما ذكرت حضرتك للتوضيح للرأي العام ولإبلاغ المجتمع الدولي بأن تجاوز قرارات مجلس الأمن وتجاوز اتفاقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وقرارات مجلس الأمن لديها السلطة الفعلية لتطبيق القانون الدولي، كما ذكر بأن هناك العودة ل استخدام القوة في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. نعم. والذي ذكره مجلس الأمن في قرارات سابقة. ولكن على كل الأحوال سيد نضال، يعني إن لم يكن هناك أي تحرك حاليا، مستقبلا هذا سيستخدم بشكل قطعي كدليل ضد النظام السوري في حال تمت محاسبته أو مثل أمام محاكم دولية، صحيح؟ هذا النوع من التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة بالقرار 2235 الصادر عن مجلس الأمن الذي شكل البأس جيم، آلية التحقيق المشتركة لتحديد الجاني، هذا سيساعد آلية التحقيق جيم التي تعمل الآن على تحديد المسؤولية والعمل على إرسال تقارير موفدة إلى مجلس الأمن للإدانة وتوجيه أصابع الاتهام بالأدلة التي حصلت عليها من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وتقرير يوم أمس هو داعم، كما هناك تقارير أيضا صدرت عن منظمات أخرى أكدت تورط النظام السوري في استخدام خان شيخون وفي استخدامات سابقة في الأعوام السابقة التي شهدناها في مناطق متفرقة من سوريا، صحيح؟ نعم. شكرا جزيلا لك الأستاذ نضال شيخاني، مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيماوية في سوريا، كان معنا عبر الهاتف من بروكسل.